أرحب بحضراتكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، ونستكمل الحديث عن محافظة الإسماعيلية ونتكلم باستفاضة عن الإصلاح الزراعي والتعاون الزراعي بهذه المحافظة. لذلك يسعدني أن يكون ضيفي الكريمين في هذه الفقرة السيد المهندس سمير رجب، مدير عام الإصلاح الزراعي بالإسماعيلية. أرحب بحضرتك باشمهندس سمير، وأيضا أرحب بالسيد المهندس زكي سويلم، مدير عام التعاون الزراعي بالإسماعيلية. أرحب بحضرتك باشمهندس زكي، وكل عام وانتم بخير. نبدا بالاصلاح، اخر الاخبار عن الاصلاح الزراعي بخير الحمد لله. طبعا حضرتك كنت عندنا تقريبا من حوالي شهر شويه. ايه اخر المستجدات خلال الشهر الماضي؟ يعني حاجتي متوفره الاول من السماد، عندي سماد وقد اخش بالصيفي ان شاء الله. يعني الاصلاح في وفره من عندي سماد، يعني انا عندي سماد حضرتك وسددت تمره كمان للجمعيه العامه. يعني حتى السعر اللي زاد في السماد هيخش لارباح الجمعيات. يعني انا عندي السماد متوفر، وهخرج من الشتوي عندي رصيد للصيفي. تمام. شعور المزارع بعد ارتفاع اسعار الاسمده؟ والله يعني هو المزارع بص ان كل حاجه مرتفعه اسعارها في السوق، زادت اسعارها كل السلع. فكل السلع زادت، فما بيتكلمش. هو المهم ان هو يجي يلاقي حاجته عندي موجوده، ما يروحش يشتري بره من السوق السوداء. يجي يلاقي حاجته عندي، ثم ان انا كمان بديله اجل. يعني بديله معاش، بديله. لو قال لي خد حق الكيماوي باخده منه، لو قال لي اديني كيماوي بالاجل على الحساب بديله. بديله كتكيت على الحساب، هو موزع عليه الشهر اللي فات بط على الحساب. وكتاكيت على الحساب عادي. يعني احنا في الاصلاح الزراعي بيسند الفلاح بتاعه، وهندني نسند الفلاح بتاعه ان شاء الله. لما انتم ما عندكوش مشكله يعني بالنسبه للخدمات او ما عنديش اي حاجه، وعندي كل مدخلات الانتاج عندي، وبطلب له تقاوي، وبطلب له، وانا طالب له رز. وخلال الازمه اللي فاتت بتاعت الاسمده ما كانش عندي اي ازمه. بامر الله. يعني انت حضرتك لو جيتني، انا جايب الرصيد معايا عشان برضو عارف ان انت هتسالني في الموضوع ده. يعني انا رصيد النهارده في يوم 31/1 اللي هو كان امبارح، عندي 269 طن و100 كيلو يوريا، وعندي 86 و550 نطرات. ده اول امبارح، ده امبارح اول امبارح اللي هو 31/1 او معلش يعني. وعندي سلفات 174 طن و150 كيلو، وعندي صبر 1 طن. يعني انا السماد عندي متوفر، ما عنديش اي ازمه. وانا صرفت دلوقتي، خلي بال حضرتك ان انا صرفت اكثر من 67% دلوقتي للمنتفعين. يعني تمام. الشتوي خد 97% دلوقتي، اكتر من 97% دلوقتي. يعني فعلا هتدخل الموسم الصيفي برصيد كويس. بقى عندي رصيد ومسدد حقه. تمام. يعني رصيد ملك الجمعيه. يعني عندي رصيد ومسدد حقه. ان شاء الله. طيب، يعني قبل ما نتكلم بقى على المشروعات والملايين اللي موجوده في الاصلاح، نتكلم على التعاون. وانا عاوز اركز بالذات على موضوع الانتخابات في الجمعيات التعاونيه. انتخابات. قول لي ايه اخر الاخبار؟ هو طبعا على ما كنا هنا اللقاء السابق، كنا اثناء فتره فتح باب الترشيح، ومن خلال البرنامج انا نشدت اخواتنا الفلاحين ان هم يتقدموا للترشيح. هل ده حصل؟ حصل لما انا نشدت، لما كنت مع جنابك هنا في المره اللي فاتت. والحمد لله احنا خلصنا فتره الترشيح وتلقي طلبات والفحص والطعون وفحص الطعون. وحاليا في انتظار عقد الجمعيات العموميه، هتبدا يوم ان شاء الله لانتخاب مجلس الاداره او التزكيه حسب الحاله. هتبدا ان شاء الله تعالى يوم الاحد الجاي 12/2 باذن الله تعالى. وكنت بناشد ان يبقى في تغيير في الاعضاء في تجديد الدماء. الحمد لله في تغيير بنسبه تقريبا 40% في مجلس الاداره. 40% تقريبا نسبه يعني. برضو هي نسبه قليله يعني. انا كنت بتمنى ان العكس، ان 60 جديد و40 قديم، لكن طبعاً. يعني الحمد لله كده في جمعيات كتير بالتزكيه. في حوالي يعني عندي 33 جمعيه منهم 20 جمعيه تزكيه. طب ايه السبب؟ ايه سبب الظاهره دي؟ في حين ان احنا دايما بنقول يا جماعه خدوا بالكم، الجمعيه التعاونيه الزراعيه هي الحلقه الاولى اللي بتحتك احتكاك مباشر بالفلاح، واللي هي بتعتبر بيت الفلاح، واللي هي المعنيه في المقام الاول بحل مشاكل الفلاح وتوفير مدخلات الانتاج للفلاح، بل بالعكس المفروض تساعده في تسويق محاصيله الزراعيه. يبقى دي حاجه مهمه جدا. حاجة مهمة. طب مين اللي بيدير الجمعيه دي؟ مجلس اداره. ده جاي منين؟ جاي منكم انتم، من اعضاء الجمعيه العموميه. يبقى لازم نختار مجلس اداره كفء على مستوى عالي، عنده فكر جديد، انه يقدر انه ينمي هذه الجمعيه ويحقق مطالب الفلاحين، لان هو اللي بيتكلم باسمهم. بالزبط. وهو المطلوب منه يوفر احتياجاتهم. لكن لما نيجي بقى في الانتخابات نلاقي انه مفيش تجديد، ومفيش اقبال كده. الناس الحياه متقاعسه، وبالتالي بعد كده يبقى في مشاكل في الجمعيه،
ولما تبدا المشاكل في الجمعيه نتكلم ويقولوا فين الجمعيه الحكومة. مش شغاله وفين الحكومه الاداره ما بيشتغلش وما بيعملش حاجه احنا قلنا يا جماعه واحنا من السنه اللي فاتت بنقول هذا الكلام احنا بنرغب يعني احنا السنه دي كنا بنرغب انا واحد كان مدير مديريه كنت برغب ان اجيب دماء جديده وفي فعلا في دي في تقريبا 40% يا باشمهندس 40% بس النسبه قليله هي قليله هي قليله مع 40% قليله بالنسبه لطموحنا كان مع يعني رغم ان احنا عملناه واتكلمنا عليه وبقالنا سنه نتكلم في الموضوع ده انا كنت اتمنى يبقى في نسبه تغيير بنسبه 70-80% لا بس بصدق يا دكتور حمد انا عندي اعضاء مجلس اداره يمكن زكي بيعرف انا عندي اعضاء مجلس اداره بيحاربوا حقيقة بيحاربوا وبيجي يحاربوا مدير المديريه عشان الفلاحين صدق يعني هو ده المطلوب هو ده المطلوب ان في اعضاء مجلس اداره عندي في الجمعيات بيجي يحاربوا عشان مصلحه الفلاح ومصلحه يا فندم ما هو ده المطلوب ده المطلوب ما هو ده دوره هو ده دور الفلاح يعني عضو مجلس الاداره عندي بيحاربني بيجي يحاربني يعني اما بروح لمدير المنطقه وما بيعملش له بيبص بيطلع المدير المديريه بيقول لي انا اقول له حاضر وبقعد احل له بحل له مشاكله مع الفلاحين يعني الفلاح ده يعني مثلا يقول ايه ده المصر في الحته الفلانيه مش متطهره اقول له حاضر ده الكراكه فاتتها ارجع الكراكه تجيبها تاني ما انا عندي كراكات لحساب الاصلاح الزراعي بتطهر يقول لي ده الحته الركنه بتاعه المصرف مش عارف الحته الفلانيه ما اتطهرتش والسواق سابها اقول له حاضر يبقى ده حافظ ده عندي بيحافظ على الجمعيه ده على جمعيته لانه هو اساسا هو جاي عشان ولازم البيه طلبه عشان كمان حاجه عشان البيه طلبه كمان حاجه ليه لان هو لما يلبي طلب المنتفع المنتفع يسمع كلامه تمام طيب معانا محمد الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا فندم اهلا وسهلا بحضرتك وسلام للناس اللي عندك كلهم يا فندم اتفضل احنا مجموعه شباب يا فندم اشترينا ارض من الشركه القابضه اللي هي على طريقه السلام تبع محافظه اسماعيليه طريقه جنوب القنطره شرق تمام الكلام ده من 12 سنه ودفعنا ال 10% بتاعه ال 82 فدان تمام الشركه القابضه سلمت الولايه الارض كلها لتعمير جهاز تعمير سينا اللي هو تابع لوزاره الزراعه جهاز تعمير سينا دوت موجود في محافظه الاسماعيليه تمام احنا لينا طلب عايزين كهرباء عايزين محول يعني انا املك 17 فدان قلت له اروح ادفع لص الثاني لص الثالث انا عايز محول الزملاء التانيين اللي معايا في الارض مش عايزين كهرباء انا اللي متضرر وعايز كهرباء يقول لي لا لازم كل ال 80 فدان اللي هم المجموعه كلهم يجوا يدفعوا قسط الارض ما هو ده صح ما هو ده النظام كده النظام ده هو ده كده ما تعملش فردي ها ماشي يا فندم هو ده النظام على فكره يعني طب ما انا مستعد ان ادفع انا عن ارضي ما هو يا فندم دور حضرتك بقى ان حضرتك تقنع باقي المجموعه علشان تدفعوا المستحقات اللي عليكم وبعد كده كل واحد بقى حر عاوز يدخل كهرباء يا اخ محمد اصل المستحقات هتدفع صح ولا لا تمام هتدفع خليك معايا بس يعني هي هتدفع في جميع الحالات وبعدين اللي عاوز يدخل كهرباء يدخل اللي مش عاوز هو حر لكن كون ان احنا اصل احنا مشكلتنا ايه يا حاج محمد ان احنا طالما ما فيش حد بيطالبنا فاحنا ما بنتحركش بننام كلامك مظبوط لكن ساعه المطالبه بقى الكل يتحرك ولما نقول في غرامات على الناس اللي متاخره واللي عليها اقساط الكل يجري ويتحركوا ويقول لك ايه كمان لا احنا عندنا استعداد ندفع بس شيلوا الغرامات مش هو ده اللي بيحصل يا فندم كلامك يا حاج محمد مش هو ده الواقع اللي احنا عايشينه يا استاذ محمد الواقع كلامك مظبوط طب ما نمشي يا جماعه صح ما نروح وندفع المستحقات اللي علينا يا فندم ما هو في ناس جنبنا ولا دفعوا حاجه يا فندم في ناس جنبنا ما دفعوش حاجه ومركبين ما انا دافع 10% هو انا المحاول ده هشيله فوق كتفي وهمشي وهرب ده انا بدفع ثمنه يعني انا هدفع ثمنه وهدفع يعني وبدل ما انا بروح بايه مش بديزل ما يا اخي محمد الديزل ده مش مدعوم ما هي المشكله دي عند وزاره الكهرباء صح لا هو لازم خطاب من هيئه التعمير طيب ما هيئه التعمير تقول لك يا فندم لناس ثانيه تقول لك ناس ثانيه من غير ما سدد المستحقات اللي عليك ما دافع يا فندم 10% طيب عموما سيب بياناتك وهنشوف هيئه التعمير نشوف الموضوع ده يتحل ازاي حاضر
اشكرك يا محمد. هو الموضوع ده عموما خارج على ولايه التعاون الزراعي ولايه الاصلاح الزراعي. لا ما بصرف النظر يعني، بس هو فرصه كمان. انا بدير املاك املاك الدول الخاصه في اسماعيليه والسويس وبورسعيد، يعني بدير السويس وبورسعيد واسماعيليه دلوقتي. انا معايا املاك الدول الخاصه قانون 100 دلوقتي بشتغل فيه وانا جبته من المحافظه. تمام. نتمم نطمن بقى على الجمعيات باشمهندس زكي. قلت لي طبعا نسبة التغيير، نسبة التغيير 40% التغيير طبعا أعضاء جدد ضئيلة جدا. على فكرة هو لو مجلس الإدارة فعال وشغال ما عندناش مفيش مشكلة. لا لا مفيش مشكلة. الجمعية العمومية عاوزاه. لا بس التغيير احنا مرتبط مع في التغيير لأن هو الجديد النهاردة الدورة الجاية هيبقى هو اللي هيعلم اللي هيجي. فلازم يبقى في دماغ جديدة عشان تتعلم شغل التعاون. ده ده المطلوب يعني. فكره التعاون ده مهم جدا. ممكن ينهض بالنشاط الزراعي الامه يعني. شايفين بالزبط. اللي بيحصل في المانيا من بدايه التعاون رودروتشد في المانيا كانوا في عارفين الكلام ده وبنقوله لكن, لكن عندنا للاسف مش موجود. ما هو الكلام ده ما بيتطبقش. ما هو علشان كده الدول الثانيه متقدمه لان هو الفكر التعاوني متوفر عندهم وعندنا متوفر، بس التنفيذ هو شويه كده مع الفلاحين. هما بيخافوا من التجربه، يخاف يكون عندنا اهم حاجه التنفيذ في كل حاجه، يخاف يكون في موضع مسؤوليه. انا عضو مجلس اداره، طب ما ادخل في مسؤوليه تضامنيه، طب انا مع طب انا انا مال انا ومال الوجع القلب دوت. فانا خليني اروح اخد شكرتك الكيماوي بتاعتي وامشي. لا والله عشان احاسب غيري. لا والله يا حامد بيه بكلمها بجد. عضو مجلس اداره الاصلاح الزراعي، يعني عضو مجلس الاداره بتاع الاصلاح الزراعي، يعني حضرتك السنه اللي فاتت كان جاي ناقص يمسك فيا بيقول لي الكراكه بره ب 75 65 جنيه وانت عندك الكراكه ب 80 جنيه. انا عاوز اجر من بره. يا عم ده مشروع وانا عاوز اعمله. يقول لي لا انا عاوز اجر. وفعلا انا لبيته طلب. اي ما لا اصل معلش انت ماسك المزارع بتعمل له خدمه وبتخصم منه. وضع خاص. ده موضوع الوضع مختلف. بقول لك حضرتك يعني هو عاوز يسيب، شوف عاوز يسيب كراكته. ايوه بيدور على حقه وبيدور على حقه وعاوز يجيب رخيصه. ده صح. طيب معانا عبد النبي. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا باشمهندس؟ اهلا وسهلا اتفضل. انا اشكر حضرتك والساده الضيوف اللي موجودين مع حضرتك لان انا مش شايف قدام التلفزيون صراحه. اتفضل. حضرتك انا من الاستاذ عبد النبي من الامطره شرق. اهلا وسهلا. وكنا اتكلمنا مع حضرتك على المشكله بتاعنا ديت من الصيف وما فيش لحد لغايه دلوقتي. مشكله ايه؟ مشكله اللي احنا عندنا ترعه اللي احنا على ترعه عبد الرب حماده. والترعه ديت عند عليها. ما هو يا اخ عبد النبي، ما هو في يعني في الفقره الاولى في ناس عملت اتصالات واتكلمنا عليها والدكتور سيد خليل خد البيانات وهيشوف الموضوع. حاضر. يا ريت يا بيه والله احنا يعني تعبانين. حاضر. احنا اراضينا باظت يا استاذ حاتم. حاضر. يعني معلش عايزين حد من الدوله تبص لنا وتراعي ظروفنا والله. حاضر يا حاج عبد النبي، احنا ان شاء الله هنشوف الموضوع. الدكتور سيد خد البيانات وهيتابع. ما هي المشكله عند الري. طب هنعمل ايه للري؟ ما احنا بنحاول. ما هو الري يعني في يعني بعض المسؤولين في الري في بعض المحافظات ما بيتعاونوش معانا. هو في الانتر غرب واحنا بنقول يا جماعه يعني يعني ادوا دوركم اشتغلوا الشغل بتاعكم. يا باشمهندس انا عامل والله شكوى ورايح يوم الحد لوزير الري ذات نفسي والله. والله روح يا بيه لوزير الري. ماشي يمكن يستجيب وزير الري. هو حضرتك يروح بس المهندس خالد. احنا عارفين ان قناه مصر الزراعيه ديت قناه الناس الفلاحه. حاضر. احنا معاكم والله. احنا معاكم. حاضر. طيب والحاجه الثانيه ان احنا ما عندناش اتهارينا من الشيره الكيماوي ولغايه دلوقتي ما جبناش كيماوي خالص في الجمعيه. ليه جمعيه ايه؟ جمعيه عبد الرب حماده فرع 2. ليه ما فيهاش والله ما فيها جمعيه عبد الرب حماده في الانطار الشرق او في سينا وفي مشاكل. انا بقول لحضرتك من يعني على الطبيعه حضرتك اسال وشوف. وهي تتبع يعني اتهارينا بيه من حضرتك من الشيره الكيماوي بالغالي. وزي ما انت عارف حضرتك ان ما فيش كيماوي بيعدي الا عن طريق الجمعيات الزراعيه وكل التجار مستغلية الموقف دوت وبيبيعهم بالاسعار اللي على كده. دي حاول. حاضر نحاول لازم ضروري نشوف لها حل. حاضر. يا ريت والله. بشكرك عبد النبي وسيب بياناتك في الكنترول. حاضر حاضر من عينيا. حضرتك بتقول لي السبب ايه في الاسمده؟ طبعا في النقل. امال هو بيلاقيها ازاي في السوق السوداء؟ لا بتعدي بقى السوق السوداء يعني. انا برضو معلش انا عاوز افهمها. الجمعيه هي اللي في السوق السوداء نازله بطياره يعني بتعدي بقى بطرق معينه. يعني ايه طرق معينه؟ ما احنا عاوزين نفهم. ما هو الكلام ده يا باشمهندس زكي الكلام ده يعني يدلنا احنا يعني طبعا بدون ما ينفعش. يعني المزارع في الانطره شرق مش لاقي السمات في الجمعيه وملاقيه في السوق السوداء وبعدين نقول اصل الظروف الامنيه والطريق والتعديه القناه السويس والكلام ده. طب امال ازاي موجود السمات في السوق السوداء؟
نازل بباراشوت يعني ولا نازل بطياره يعني؟ مش فاهم داخل ازاي. هي مخاطبات الجهات ذات الاختصاص لا انها تسمح للمقطورات انها تعدي بالجامعات اللي في الشرق. موجود ازاي في السوق السوداء برضو ما زال السؤال مطروح. داخل ازاي؟ ممكن يكون تهريب بقى معليك. لا ما تجيش غير كده. ما هو الكلام ده ما تجيش كده يعني. انا بهرب ايه يعني؟ بهرب تريلا يعني؟ يعني مش هيهرب تريلا بقى. بهرب عربيه انا ولا بحط شكارتين في عربيه ملاكي يعني ازاي؟ ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش. السماد موجود في السوق السوداء مش موجود في الجمعيات ونقول الطريق والنقل ده كلام مرفوض. هي المشكله بصراحه ده كلام مرفوض. المشكله دي بتعاني منها جمعيات يعني الاصلاح الاراضي اللي في الانطره الشرقيه. طبعا الجمعيات دي مش تبعنا فانا ما اعرفش. فندم وكيل الوزاره مسؤول عن كل مزارع موجود في محافظته لان وكيل الوزاره بيمثل وزير الزراعه. يبقى المشكله دي هنقلها للدكتور سيد خليل بعد اذنك حضرتك تنقلها له وتاخد بياناته. ماشي يا فندم. وبرضه لازم نشوف لها حل باذن الله تعالى. لكن حته ان السماد مش موجود في الجمعيه علشان كذا وكذا ما ينفعش، ما ينفعش. طيب معانا محمد. الو. السلام عليكم يا دكتور حامد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بحييك وبحيي قناه مصر الزراعيه. اتفضل. واحنا بنحيي حضرتك وبحيي المسؤولين المهندس سمير رجب مدير عام الاصلاح الزراعي. الله يخليك يا فندم. والاستاذ زكي سويرم. اهلا وسهلا. اتفضل عشان الوقت بس سريعا من فضلك. المشكله عندنا التل الكبير كفر الشيخ عطيه. باختصار كفر الشيخ عطيه. انا 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 عارف انت عاوز تقول ايه دلوقتي حضرتك. القطعه 107 كفر الشيخ عطيه تبع الاصلاح الزراعي. عندنا الارض دي تبع الاصلاح الزراعي والاوقاف بتحجز على البيوت. عاملينها محاضر وبتدخل الناس السجن. والاصلاح الزراعي هي اللي ميديا توكيل ما مش عارف ولا عامله ايه للاوقاف بتدخل الناس السجن وعامل لهم محاضر وكلام من ده. بقول لك تبع الاوقاف والارض دي مش تبع الاوقاف، الارض دي تبع الاصلاح الزراعي وخلصنا من زمان. يعني المشكله بين الاوقاف والاصلاح الزراعي. هو 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 عارف حضرتك يعني هو هم بيجوا لي وبحل لهم ولما بيجي لي بيقول له هات لي جواب من المحكمه وبرد عليهم في المحكمه حضرتك وبرد على المحكمه واقول لك ان دي ارض اصلاح زراعي بتكليف اصلاح زراعي. وحاليا دلوقتي حضرتك احنا دلوقتي في لجنتين مشكلتين من هيئه الاصلاح الزراعي وهيئه الاوقاف وبنبحث وبنبحث الموضوع بين الاوقاف ومشكله يعني لجنه حضرتك على اعلى مستوى وبنبحث دلوقتي. ومعالي الدكتور وزير الزراعه اصدر قرار وزاري بان مدير المديريه يوقع على نقل التكليف للاوقاف لو كانت في هناك ما يستحق الاوقاف. احنا دلوقتي حضرتك بنبحث واحنا واقفين جنبهم وهو عارف ان الاخ محمد ده بتاع كفر الشيخ عطيه بيجي لي وكل كفر الشيخ عطيه بيجي لي وانا بحل لهم مشكلتهم. لان الاوقاف بس ده لا يمنع انه عمل اتصال يعني. لا ما لا يا فندم يا مرحب. لان الاوقاف انا يعني انا بناشد الاخوه بتوع الاوقاف بقول لهم وقلت لهم مرارا وتكرارا اقفوا دلوقتي ما تعملوش حاجه للناس لحين ما نشوف. اذا كانت ارضكم هنسلمها لكم، ارضنا هناخدها لان احنا استلمنا الارض ديت بالقانون 152 سنه 57 وصدر القانون 43 لسنه 73 42 73 بيقول ترد جميع اراضي الاوقاف التي لم يتصرف فيها الاصلاح الزراعي بالبيع او التصرف ايا كان. وبالفعل احنا ردنا لهم الاراضي اللي هي القانون قال عليها الاراضي الزراعيه، انما ما قالش رد المباني. المباني ما زالت تعتبر بتاعه الاصلاح الزراعي. الاوقاف حضرتك بتعمل لهم محاضر وانا بفكها لهم بقول له هات لي جواب من القاضي بقول الارض ما زالت تكليف الاصلاح الزراعي. اذا كان الكلام ده ما بيحصلش الاخ محمد يرد علي. ما هي الارض دي من الارض دي كتله المباني الكتله السكانيه دي تبع الاصلاح الزراعي. يا سيدي الاوقاف بتقول بتاعتنا واحنا بنقول بتاعتنا وفي لجان دلوقتي شغاله لما اللجان تخلص هنعرف بتاعه اصلاح ولا الاوقاف. في الاصلاح هنتعامل مع الاصلاح، في الاوقاف هتعامل مع الاوقاف. الكلام ده كلام منطقي على فكره. طب ما حضرتك هم بيحجزوا على الناس وبيجيبوا بيعملوا محاضر للناس كده وهميه وبيدخلوهم السجن. انت بتجيب لي جواب من المحكمه وبرد لك عليه بقول لك الارض دي في تكليفي في القايمه رقم كذا او المشهر رقم كذا وبتاخد براءه بالجواب بتاعي. وحضرتك انا من هذا من بمبر القيادات يا معالي الدكتور انا بقول للاخوه بتوع الاوقاف كنوا شويه لحين ما ينتهي من البحث. انا عندي مشاكل بين في الاوقاف كل يوم تجي لي ضفف المديريه بخصوص هذا الموضوع. انا بناشد الاخوه بتوع الاوقاف والله احنا كمان بنناشد. بشكرك يا اخي محمد يعني حاجه غريبه جدا ما يكون في مشكله بين جهتين او بين وزارتين. طب المواطن ذنبه ايه؟ وطالما في لجان مشتركه بين الاثنين بتبحث الموضوع
ما نستنى لما نشوف اللجان دي هتوصل لايه. الارض تبع الاواف تبقى تبع الاواف، تبع الاصلاح تبقى تبع الاصلاح، وخلصت القصه. لكن كل واحد شغال لوحده، والاواف تعمل محاضر للناس وتسجنها. طب أنا لو فرض ان الناس دي خدت احكام واتسجنت واتضح ان الارض تبع الاصلاح، الموقف يكون ايه؟ طالما في لجان مشكله ما نصبر يا جماعه شويه. لا وهناك قضيه كمان بيني وبين الاواف، يعني حاجه غريبه جدا. يعني احنا مستعجلين قوي في تطبيق القانون لما يضر الناس بهذا الشكل، والناس عندها حق. يعني ما ينفعش كده يا جماعه والله، ما ينفعش. طيب باشمهندس زكي، معروف طبعا بالنسبه للجمعيات التعاونيه المفروض ان يكون لها دور في توفير كل مدخلات الانتاج، صح ولا لا؟ تمام يا فندم. لكن احنا داخلين دلوقتي على موسم توريد القمح، ويمكن حضرتك اطلعت على الضوابط الجديده. ان شاء الله. ويمكن اهم هذه الضوابط ان الجمعيات التعاونيه الزراعيه يكون عندها مكان لتخزين القمح من الفلاحين، وتبدا الجمعيات هي اللي تورد لجهات التخزين، صح ولا لا؟ باجي النهارده جاي فاكس من الاداره المركزيه لينا بيطلبوا حصر الاماكن اللي يمكن تخزين القمح فيها بالجمعيات، وقال يعني على لا ما حضرتك على ارض الواقع تقول لي على الاقل في النظر على الاقل 50% من الجمعيات يكون عندها اماكن للتخزين، وهنشتغل في كده ان شاء الله تعالى، وهبعت البيان الجديد. بس الحمد لله احنا عندنا اماكن فعلا للتخزين، واشتغلنا في التسويق من السنين اللي فاتت عن طريق جمعيه المحاصيل الحقليه بالاسماعيليه. يعني فعلا كل الجمعيات ولا بعض الجمعيات؟ لا ما الجمعيات اللي بتشتغل من حضن جمعيه المحاصيل الحقليه بصفتها الجمعيه الام على مستوى المحافظه. تمام. فبورد باسم الجمعيه الحقليه. كنا بنورد مباشره، المدير الجمعيه بياخد من المزارع، بيجمع من المزارعين من بيوتهم، يمر الصبح ولا الظهر ولا اي ما يكون العربيه تحمل من هنا ومن هنا ومن هنا، من عند اربع خمس فلاحين، بيروح يورد في المطحن مباشره. ما كانش في تخزين في الجمعيات. لكن الضوابط الجديده السنه دي ان شاء الله هنبدا نخزن في الجمعيات لغايه ما نعمل. لا حضرتك انا قصدي ان الارض الجمعيات جاهزه على ارض الواقع، مخازن في مخازن في اماكن كاماكن تجميع، أماكن مش مخازن على فكره. لا هي اماكن تجميع، اماكن تجميع وتجميع مؤقت، يومين ثلاثه اربعه بنجمع كميه تستاهل ان تريلا تيجي تحمل وتودي مره واحده، توفير لنفقات النقل. ده جاهز. ده جاهز ان شاء الله، ما فيهوش مشكله. عندنا طبعا علشان نوفر، عندنا جاهز. لا عندنا احنا جاهز، طوالي واخدين جاهزين. انتوا جاهزين؟ لا عندنا مخازن جاهز. لا عندنا مخازن جاهز، عشان احنا برضو حضرتك الفلاحين من القطاع الخاص. بالزبط. التجار بيروح بياخدوا، هتبقى مثلا لما كان بيشتغل على 420 كان بياخد بيرنو من 380. طب الفرق ده كان بيستفيد به التاجر ويروح يورد باسمه هو ياخد الفرق. لا احنا دلوقتي كجمعيه هناخد من الفلاحين بالسعر اللي هتعلنه وزاره الزراعه، السعر العالمي اللي هتعلنه وزاره الزراعه، وهنسلمهم بنفس السعر. وطبعا في مصاريف تسويه والحاجات دي بتتساوى في النهايه مع الوزاره. اكيد. طب انتوا ما عندكوش مشاكل؟ انا ما عنديش اي مشكله ان شاء الله. اي مشكله ان شاء الله. انتوا عندكم مشاريع وعندكم ملايين. انا لا انا لا بص حضرتك، عندي مشاريع وعندي ملايين. كل مشروع ده تعتبر اموال برضو. جمعيات اموال خاصه، مشاريع اموال خاصه. ولازم نحافظ عليها. يعني انا عندي دلوقتي اهم المشاريع اللي موجوده في الاسماعيليه. لا هو انا عندي مشاريع عجول وعندي مشاريع حضانه، بس العجول واقفه دلوقتي عشان جيت اشتري من قيمه شهر. جيت عشان املى المشروع 100 شهر، لقيت الكيلو ب 50 جنيه. يعني التاجر بيقول لي ب 50 جنيه، طب وانا هجيب الكيلو ب 50 جنيه ابقى سواه بايه حضرتك؟ وغير كمان يعني فيها يعني هو ما كانش لسه ده، لا ما كانش ظهرت لسه مرض حكم الحمى القرعيه حضرتك. انما انا جيت اشتري قال لي ب 50 جنيه التاجر، قال لي ب 50 جنيه. ب 50 جنيه ايوه. واكل شارب ويعني واكل شارب وهيجي يخس عندي تاني. فهبيعه بايه انا بعد كده؟ فانا اتوقفت. في عندي مشروعين، مشروع شغلته عجلات عشار، بجيب ثمن، بجيب الفلوس بتاعته عجلات عشار ووزعها على المنتفعين. والمشروع الثاني عضو او اعضاء الجمعيه بيقول لك هنستنى لما نملى نشتغل ايه تسمين ثاني. وعندي حضن الكتاكيت شغاله وحضرتك، وبنجيب دفعات بط برضو من شركات، يعني شركات متخصصه بناء عن طلب مجلس اداره الجمعيه. اللي المنتفعين عاوزين كده بنبعت نجيب لهم. تمام. هي من اكبر هذه المشاريع فين او شغاله في ايه؟ من قلت حضرتك في العجول وفي دلوقتي حاليا اللي هي المقامه، اللي هي المقامه حاليا اللي بتنتج فعلا وجايبه انتاج وبيستفيد منها. هي الحضانه اللي شغاله دلوقتي، الحضانه والمشروع البعلوه الكبير شغال بفلوس وعجلات عشار. بجيب العجله بدال المنتفع بيدفع 2000 جنيه وبيدفع بقى 3 سنين من ولده. يعني طبعا في اقبال من في بس انا بجيبش، وانا بقول لهم بيعمل قرار مجلس اداره عشان الجمعيه تضمن الراجل عشان اجيب له. لان انا بسدد له.
فالجمعيه تضمن عشان الجمعيه ما ان الراجل ما يسددش الجمعيه اعضاء مجلس الاداره يسددوا لان لازم يجيب للراجل اللي هو ايه اللي ضامن القدوه اللي هو هيسد حق العجل اخد وايه الضمان اللي بتاخده الجمعيه؟ كان الاول قبل ما اروح اسماعيليه كان بيقعدوا عليهم تشيكات انا سمعت الكلام ده هو الراجل منتفع عندي هو الراجل الحساب عندي منتفع تمام لو ما سددش حاجز عليه بس انت هو انت كده كده مسكو انا انا باخد حق بس كلبش فيه لا بس انا بديله حق وهو بيديني حق ما تاخرش عني تمام لا هو الاصلاح الزراعي بصراحه ما يعني ما عندوش مشاكل في الحمد لله وطلبت له تقاوي الرز وطلبت له تقاوي الذره وهجيب له وبديله مجانا يعني مش مجانا بديله بالاجل بالاجل تمام تمام للاسف وقت الفقره انتهى سريعا مع حضراتكم احنا سعداء ان احنا حضرنا معاك وطبعا انا سعيد بيكم في نهايه هذه الحلقه اعزائي المشاهدين لا يسعني الا ان اتقدم بجزيل الشكر للسيد المهندس سمير رجب مدير عام مديريه الاصلاح الزراعي بالاسماعيليه بشكرك جدا باشمهندس سمير وشكر لله وانا سعداء بك والله وايضا الشكر الجزيل للسيد المهندس زكي سويلة مدير عام التعاون الزراعي بالاسماعيليه بشكرك جدا زكي شكرا ايضا لكم اعزائي المشاهدين على كرم المتابعه والشكر لكل فريق العمل في هذا البرنامج اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم من اراد بمصر سوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره اللهم امين لا نلقاكم في حلقه الثلاثاء القادم بمشيئه الله لكم مني اطيب المنى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.